أعزائي نكمل مع التدريب الثاني في دليل SQL الشامل. إذن أين هو التدريب الثاني؟ ها هو رقمه 302، وسنقوم بهذا التدريب بإنشاء جدول. هذا الجدول هو جدول الأفلام، وسنكتبه سنكتب الكود بدي بي فيدل كما اتفقنا، وكل الأقواد التي أكتبها موجودة فعليا بنفس الدليل أو موجودة على موقع فيدل بهذه الروابط. فإذن أول كود مثلا سأكتبه ها هو جيد، هو إنشاء جدول الأفلام. هذا الكود أنا فعليا أريد أن أوضحه لكم أكثر. وبالنسبة للإنسيرت يمكن أن ننسخ أو لنسخ، وثم نقوم بالاستعلام والتصفية الذي هو هدف التدريب التالي 303. المهم، إذن لدينا هذا الجدول. هذا الجدول فيه معرف، فيه عنوان الفيلم، فيه نوع هذا الفيلم، فيه سنة الإصدار، وفيه التقييم. طبعا هذه معلومات بسيطة عن أي فيلم نريد أن نشاهده، هو أن يكون لديه اسم، نوعه مثلا هل هو خيال علمي، أكشن، دراما، مثل هذه الأمور، سنة الإصدار، في أي وقت ظهر الفيلم أو أصدر الفيلم، وتقييم الأفرج أو المتوسط لهذا الفيلم. فإذا أردنا أن ننشئ قاعدة بيانات أفلام، فبداية يجب أن يكون لدينا قاعدة بيانات أفلام، لكن كما اتفقنا نحن بهذه التدريبات نعتبر أن قاعدة البيانات موجودة لدينا وفقط ننشئ الجداول. فهذا الموقع الذي نتدرب عليه يعتبر أن قاعدة البيانات موجودة وفقط علينا أن ننشئ هذا الجدول. طبعا إذا أردت أن ننشئ هذا الجدول، فكما نحن نعرف فيمكن بكل بساطة بمكان السكيما هنا أن أكتب create table، لأن هذا هو الأمر لإنشاء جدول. طبعا اسم الجدول سأسميه movies بمعنى أفلام، جيد، وسأقوم بفتح أقواس عادية وإغلاقها. عادة أحب أنا دائما وأفضل دائما وأوصي دائما عندما تفتح القوس تغلقه بنفس اللحظة، فحتى لا تنسى، لأنك إذا نسيت ستشكل مشكلة بالكود وعليك أن تقرأ مجددا وتتبع الخطأ، والخطأ بالنهاية يكون إغلاق قوس أو فتح قوس أو فتح كوتيشن أو إغلاق كوتيشن أو إشارتي اقتباس، وهذا إضاعة للوقت. فحاول دائما عندما تفتح القوس تقوم بإغلاقه مباشرة. طبعا الشيء الأول الذي أنا أريد أن أنشئه هو الـ ID. الـ ID هو المعرف، المعرف الـ ID. الـ ID عادة يكون شيء مميز، رقم مميز للسجل. يعني أنا مثلا هذا الفيلم مثلا The Dark Knight، هذا الفيلم مثلا أو هذا الموفي مثلا أنا أريد أن أحصل على معلوماته، فكيف أحصل على معلوماته؟ فتقول لي ربما تحصلين على معلوماته باسمه، اسمه The Dark Knight، لكن ماذا لو كان هنالك فيلم آخر له نفس الاسم؟ يعني وارد جدا أن تتشابه أسماء الأفلام وأن تتشابه أسماء السجلات. مثلا لو كان هذا الجدول جدول الأصدقاء مثلا، والاسم الأول أحمد مثلا، أكيد سيكون هناك كثير من الأصدقاء اسمهم أحمد، صحيح؟ وبالتالي ما الشيء الذي سيحدث؟ سيحدث تضارب إذا أردت أن أعرف مثلا سجل أحمد، سيقول لي من أحمد؟ هناك أكثر من أحمد. وهنا مثلا إذا قلت قل لي اجلب لي معلومات The Dark Knight، سيقول لي من The Dark Knight؟ يوجد الكثير من هذه الأفلام. فالمعرف المميز سيكون هو أو الشيء الذي سيميز هذا السجل هو المعرف الذي سأضيفه إليه. فإذا هذا المعرف الذي عادة يكون بقواعد بيانات اسمه ID أو نسميه ID، وهذا الرقم عادة أو ليس عادة يجب أن يكون مميز وفريد، وبالتالي لا يمكن أن أعطي معرف مثلا للدارك نايت نفس المعرف مثلا للماتريكس، لا يمكن. هذا يجب أن يكون لها معرف مثلا رقم معين، هذا رقم آخر. فالمعرف دائما أو المعرف يجب أن يكون دائما رقم أو شيء مميز وفريد لكل سجل، لا يتشابه مع السجل الآخر. فبالتالي هذا الـ ID طبعا عادة نحن نعطي أن يكون رقم، وبالتالي الرقم يعني integer. integer يعني رقم صحيح، وبMySQL أسميها كذا end يعني integer، يعني رقم صحيح، لأن المعرف دائما أريد أن يكون 1 2، رقم صحيح يعني ليس فيه فواصل، فهذا هو الانتجر. وأيضا أريد أن يكون معرف هذا السجل، ف
المعرف اسمه primary key. primary key هنا يعني أن هذا مفتاح أساسي، هكذا ترجمتها الحرفية. والمفتاح الأساسي ماذا يعني؟ هو الرقم المميز الذي أعطيه للسجل حتى أميزه عن السجلات الأخرى. جيد، فأنا شرحت هذه كثيرا، ننتقل للتي بعدها. فإذا ثم لدينا عنوان الفيلم. عنوان الفيلم يمكن أن ننشئ كولوم جديد نسميه تايتل، الذي هو عنوان الفيلم تايتل. والتايتل لهذا نحن نريده أن يكون عبارة عن string أو سلسلة من المحارف المتغيرة الطول أو لها طول مثلا بحد أقصى مثلا 255، وبالتالي يمكن أن نكتب هنا varchar. هذه varchar تعلمناها بوقت سابق، والحد الأقصى للتايتل نريد أن يتكون من 255 محرف. جيد، هذا بخصوص التايتل. أيضا هذا النوع، نوع هذا الفيلم، فسأكتب هنا النوع، والذي أيضا سيكون عبارة عن varchar. وبعض النوع يمكن أن يكون يعني اسم كلمة بسيطة مثل خيال علمي، جريمة، أكشن، فبالتالي يمكن أن أعطيه فقط 50 محرف كحد أقصى. والشيء الرابع هنا لدينا سنة الإصدار، فيمكن أن نسمي الكولوم هكذا release date. جيد، بهذا الشكل. لاحظوا أن هذه كلمتين، فلا أكتب مثلا هكذا space مثلا، خطأ طبعا، تكتب بهذا الشكل تجمعها معا. وهذا ستكون عبارة عن integer أيضا. integer مرة أخرى يعني رقم صحيح. رقم صحيح يعني رقم 1, 2, 3, 4. فسنة الإصدار مثلا لو كانت 2000 هذا رقم صحيح، لو كانت 1990 رقم صحيح. ممتاز. الآن بالنسبة للريتينج أو التقييم، وهو العمود الأخير، الريتينج نحن نريده أن يكون ما تقول لي integer. لماذا انتجر؟ لأن الريتنج مثلا 8، لكن لاحظوا الريتنج وليس انتجر فعليا، الريتنج هو عبارة عن رقم عشري أو فيه فاصلة عشرية. وهذه الأرقام التي فيها فاصلة عشرية وليست صحيحة يمكن أن نعطيها نوع ديسيمل، فنكتب هنا ديسيمل بهذا الشكل، ديسيمل بهذا الشكل. وبين أقواس نحدد كم رقم نريده قبل الفاصلة. مثلا التقييم، إذا كان مثلا التقييم من 10 فقبل الفاصلة هذا الرقم يمكن أن يكون رقم أو 2. إذا كان الرقم من 100 مثلا، أن يتم التقييم من 100 يمكن أن يكون مثلا 99 ممكن أن يكون، أو من 3 خانات يمكن أن يكون مثلا 100. جيد، فهنا كما تجدون أن هنالك رقم 1 قبل الفاصلة، رقم 1 ويمكن أن يكون 10 مثلا، وبالتالي هنالك يمكن أن يكون رقمين قبل الفاصلة، رقمين صحيحين، وبالتالي هذه الديسيمال يمكن أن أعطيها رقمين بهذا الشكل. وبعد الفاصلة هنا لاحظوا هنالك رقم 1، وبالتالي هنا سأكتب 1. فإذن هذا هو الجدول الذي أريد أنا إنشاؤه في هذا التمرين. ها هو بالكود الذي أنا كتبته هنا، هو نفس الشيء الذي أنا كتبته الآن، نفسه تماما، لكن الفرق الوحيد أني وضعت الديسيمال هنا 3، على اعتبار أن يمكن أن أكتب هنا مثلا 100 أو أرقام مثلا 120 أو 220 أو كذا. هو ليس الحالة بالنسبة لمعنى البيانات، يمكن أنا أن ألقيها مثلا 3 حتى يتوافق مع الكود الذي كتبته مسبقا. هذا لا يهم فعليا، الذي يهم هو فهمك لهذا الموضوع، أن ماذا يعني 2 وماذا يعني 3. فأنا سأعيدها 3 حتى تتوافق مع الشيء الذي كتبته مسبقا. 3 يعني 3 أرقام قبل الفاصلة من جهة اليسار، ومن بعد الفاصلة من جهة اليمين هذا 1. جيد، ممتاز. في الكود الذي كتبته أنا مسبقا الذي شاركته في الموقع وضعت هذه الإشارات. لاحظوا ربما تتساءلون تقولون ما هذه الإشارة التي أنت كتبتيها؟ هذا عبارة عن تعليق SQL. فلاحظوا كيف التعليق. فمثلا أنا أريد مثلا أن أوضح أن هذا الID، فكتبت المعرف الفريد للفيلم، هذا عبارة عن عنوان الفيلم، هذا نوع الفيلم، هذا سنة الإصدار، تقييم الفيلم. جيد، فبنظام النقاط حتى عشري واحد، يعني بالنسبة يعني لنفس الشيء الذي شرحته. فهذه الداش داش هي عبارة عن تعليق هنا بهذه اللغة. وربما
أيضا تسأل تقول ماذا يعني تعليق؟ تعليق بالبرمجة ككل يعني إضافة ملاحظة، أو لأغراض التنظيم تضيف ملاحظة، تضيف توضيح للكود، فبحيث إذا شخص آخر قرأ الكود يمكن أن يقرأ تعليقك ويفهم ما الشيء الذي يقوم به. فمثلا لو شخص مثلا لا يعرف ماذا يعني هذا، فأنا أخبرته هذا المعرف الفريد للفيلم، هذا عنوان الفيلم، وأنا كتبت هذا من أجلك أيضا حتى تفهم ما الشيء الذي نحن نكتبه. فإذا بهذه اللحظة نحن أنشأنا هذا الجدول، والآن إذا قمت بـ run هل يوجد خطأ؟ نعم لا يوجد خطأ، يعني لا يوجد خطأ وهنالك نجاح. المهم بتطبيق هذا الأمر هو النجاح فقط. القسم الثاني، الخطوة الثانية من الكود الخاص بنا هو أننا نريد، عفوا هنا الخطوة الثانية من هذا التدريب هو نحن أننا نريد أن ننشئ، أن نضيف المعلومات، إدراج البيانات. طبعا إدراج البيانات يكون بالشكل التالي، من خلال عبارة insert into، إذن insert into. طبعا ملاحظة إضافية، لا لماذا أنا أكتب مثلا هنا أكتب capital letter أو upper case أو أحرف كبيرة؟ لا يهم أحرف كبيرة أم أحرف صغيرة، لا يهم، لكن السبب أن كتبت بهذا لأنه من الأفضل أن نكتب الأوامر، أوامر SQL بخط كبير حتى نميز أن هذه هي أوامر، هذا هو السبب. إذا لاحظوا insert into movies وهو اسم الجدول هذا، ونحن فعليا نريد أن ندخل أسماء أسماء الأعمدة التي نريد أن نضيف لها معلومات، فأنا أريد إضافة معلومات للجميع. فإذا أريد إضافة معلومات الـ ID، أريد إضافة معلومات الـ title، أريد إضافة معلومات نوع البيانات، إصدار سنة الإصدار، أو أنا أسميته هنا release date أو release year، نفس الشيء يعني سنة الإصدار أو تاريخ الإصدار، وهنا rating. بعد أن أدخل أسماء الأعمدة يمكن الآن أن أكتب values، هذا أيضا يمكن أن أضعها capital letter حتى أبين أنها من أوامر SQL، وهنا أدناها أقوم بإضافة هذه الvalue. فإذا أول عنصر هو هذا ID 1 inception خيال علمي، و سنة الإصدار هذا وهذا، فأنا سأدخل الأول وأنت تتدرب على الباقي، والباقي سأقوم أنا بنسخ ولصق. فاسم الفيلم هنا اسمه، طبعا سأفتح هذه الإشارة الاقتباس وأغلقها بنفس الوقت، Inception فاصلة لإدخال العمود الذي بعده الذي هو النوع هنا، وبالتالي هذا النوع سيكون Science Fiction أو يعني خيال علمي. الآن الذي بعده هو سنة الإصدار 2010 والتقييم 8.8، جيد؟ طبعا أنا سأقوم بلصق الباقي، سألصق الباقي، لكن أنت تقوم بنقلها من هنا، تنقلها للتمرين الخاص بك. سأضع فاصلة حتى أدخل القيم الأخرى، جيد؟ بهذا الشكل. الآن سأقوم بران لنرى إذا أخطأت بشيء معين. كل شيء تمام، لم أخطأ، ممتاز. طيب الآن أصبح لدي الجدول جاهز، يمكنني أن أقوم بماذا؟ بالكويري منه أو الاستعلام منه بنفس الطريقة التي تعلمناها بالتمرين الأول، فأكتب select ثم هذه الإشارة النجمة التي اتفقنا أنها تعني كل الأعمدة، أريد معلومات كل شيء من جدول الموبيز. run يفترض الآن أن يظهر لي كل شيء الآن، فإذا ها هو كل المعلومات ظهرت لي هنا. هذا شيء فعلا جيد جدا.